اسلام سعد اشطر فاشن ديزاينر وستايلست في مصر، منورنا يا اسلام. نورك والله. احكي لنا بقى اسلام، ايه الجديد 2023؟ الجديد في داخل طبعا في كذا مسلسل، بفتح كذا لاين جديد عندي في شغلي، فالحمد لله يعني في حاجات كتير. لا جديدة. الموضه ايه بقى الموضه؟ الالوان، الكات، الالوان مثلا، اللون الفوشيا، اللون الصيفي بقى معانا، الاصفر، البينك، معانا الوان كتير. هتبدع يعني؟ ان شاء الله. اسلام سعد لما بيلاقي حد بيقلده بالظبط بيعمل ايه؟ والله ربنا يكرم الناس كلها، والله ده اللي انا بقوله. بتحس نفسك ناجح يا اسلام؟ الحمد لله، طالما ان انا بتقلد يبقى انا قدوه، يبقى انا كده احافظ اللي انا اللي انت عايزه. لا والله ده انا احافظ على نفسي اكتر، واقدر اقدم للناس اكتر حاجه تفيدهم عشان اكون قدوه حلوه للناس.